السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اي ليله هي ليله القدر يتنيو على ليتنات كرمضان است دونچ قران يناجر الله سبحانه وتعالى من الان شهر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان قران يتوردبت ورنو الى تقوم ليله القدر قران يتوردبت مشيت سلونچ رمضان اسمه ما ترتر له ان انزلناه في ليله القدر تقوم شهر رمضان الذي انزل فيه القران بلا ይችላል ረመዳን ስለሞን አጥረጥ የለም ግን ረመዳን የትለይናት ነብዩ ሆንም እንድናገኛ ጠጋ አደረጉልን ምን አሉ ثم هي في العشر الاواخر በመጨረሻው 10 ቀናቶች ነው the last 10 days በመጨረሻው 10 ቀናቶች ውስጥ يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ تحرموا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان ليله القدر تتطابقت በረመዳን የመጨረሻ 10 ቀናቶች ይላሉ متفق عليه البخاري ومسلم يذكروا الزجبان اذن رمضان يتوسطات معناته اون كيلاون اغنينا رمضان وسطات نعم كرمضان وسط دمو يتنا بمجرشوا 10 كامس كذا من النبي يبلط ابراروت منالو ثم في الوترال بغودلو قناوچ وسطو ان ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج اليهم صبيحه 20 فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بهونه بحيانيو كان وطونا خطبه ادرك محاضرة درقوا من قالوا إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها نقوى الله ليلة القدر أسايد كما يتندونش زرقنا رسات وهم ترسين فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر المتفق عليه قين قالوا عشر الأواخر بمترش عصر كانت فالقوا كذا أصدهم بقولوا لك أنا تتشعب قولوا لك أنا تتشعب ما ناتو هيا أنت هيا سوس هيا أمس هيا سوا تازتين بنزي فلقوا كنزي استاذ زلمة إيشي عند شواري هالأجر من التسكين فلقوا ثم النبي صلى الله عليه وسلم صحابوش كزيه مالفو إن عبد الله بن عباس إن ابن كعب وبي بن كعب هاي حياة سباتين وعلى ليتنو بلو اسلام من الدرسوات قل صحيح ابن حجر فتح الباري لين تنقروا والصحيح ألا يقين في ذلك برقت أن ينت إتشير ليتنو مالتا إتشال نبيهم زرهو النونج كلل النونج جاسايو بتكل إتشير ليتنات بلو التنقرهم وقد تعدتت الأقوال في تحديده حتى بلغ بها الحافظ ابن حجر ابن حجر أرواس الدس قولو تشن قطران أرواس الدس علماء تشالو بتبزيكنات بزيكنات سيز بتكل إتشنات لمالتا إتشال كلهم جمعوا كتشلال متاقل على بنتنا عشرون عواخين اجتهاد ما ترقى على بنت مسجد اعتكاف قبتن تراحوا يساناكم تحجر يسجرن تقل من نادر قبات ورنا علماء وشمل لالو ايش اللي تاري الله لمن نوبتك لها لقرن قالوا ولله حكمة بالغة في إخفائها عنا الله سبحانه وتعالى مدبكك لنيا يا الله انت ببنو ميعسيو فلو تيكن أي ليلة هي يتنعى ليلة مشيت النورش بناكوكو لتراخت العزائم طوال رمضان سميتاتشن مولو رمضان يتنيانا ايشي الليلة بيشا تقبكن هاي سبات نتكتبال هاي سبات بيشا تنستن بمسكر لي ان ترنبار الله سبحانه وتعالى ليلون ممكن بعبادة نتكب دبكا بيشا كللو ننكر الصور يكن زارينات نقنات يالن باتقات الدنسرة بزو عجر دناغي السوزان يسنطرو من دايما الدنزنت وهذا كما اخفى الله تعالى عنا ساعه الاجابه في اليوم الجمعه الله سبحانه وتعالى يوم الجمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي ساعه لك عند باريا دعاء ادرغو الله ياتين ساعه يغتمو اشي كبال بيون انجي الله يدرجلت بيون انجار ساعه عندنا التناقض طاتنا ظهر لينا خطبه لينا بعد العصر علماء اشتخلفوا دبقات لمن دنو قالوا حكمه وطبوا لمن دنو مولو كان جمعه دعاء استار دنتون اهو نو تنال دعاء حالا نو بعد العصر مولو كان دعاء استار استمع عليه تاغنياتال يريداو ساعه بيدعاء اجر الله حك الله لطببون حين يدرجوا لك من ذي الله سبحانه وتعالى اسم الله الاعظم يا الله تعالى اسم الله سموت شالو كنزوس يا الله تعالى اسم الله بذا اسم كتترى الله سبحانه وتعالى يطيقكم النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى يعني كطيقكم بذاك اسم الله بذاك اسم كطيقكم الله يعني يفلككم نغير يسطان يالكم نغير يادرجلها ايش اسم كن لتتوقع الشاش دبقات لمن قالوا علماء وجه بقولهم بالله سبحانه وتعالى اسم انتروا زندن
እንድንለምን ያ ረሂም ያ ከሪም ያ ረህማን ያ ወዱድ ያ ሸኩር ያ ገፉር ሁሉን እንድንለው ዘን አላህ ደብቀ በሁሉም ራስተር የሁሉ አጅር አለ ምናልባት ደግሞ ሰማል ታገኛታል ልክ እንደዚሁም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለይለቱል ቀድር ደብቀት በጫሽሩል አዋኺር ለይናት አለ ከዛም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘርዘር አድርገው ዊትር ላይ ጠብቋታል እንድንታገል የተደበቀችው ወረወ البخاري عن عبادة بن الصامت بخاري عبادة بن الصامت بسلا نفوت حديثه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر نبي صلى الله عليه وسلم عندي وقت ليلة القدر لنقرنا فتلاحى رجلان من المسلمين كمسلمون تسو لسو اشتقاج شوف طباتش نجدي نديتك خير اندم يا رقان أي تنازع وتخاصم لسو اشتقاج فقال نبي مسجد قبنا منالو خرجت لأخبركم بليلة القدر أنكو ليلة القدر يتنع على ليس دونش لنقرات تسوطا فتلاح فلان وفلان قالينا قالي تتعلو يعني فروفعت تنساش كني أي من قلبي فنسيت تعينها يتنع أن دونش لمليت أني تنساش بي الله أكتوان كني عن السات وعسى أن يكون خيرا لكم السجن لمن نساته بتك على من قري كالله زند خيري هون الله تشغل اندي تتاقلو تاسولي هون شلال نبياتش صلى الله عليه وسلم إذن የትኛው አለሊትናት ነው ወሰናይ ይችላል ግን ክልሉን አሳይተውናል በዚህ ክልሉ ውስጥ መታገል አለብን ክልሉ ደግሞ አሽሩል አዋኺር ላይ ነው መጣር መትካት አለብን ኢንሻአላህ ወላኪን ለህ አላማት ይችላልት በትክክል ባትታውቅ ምልክት ግን እንዳላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግሯል ወከደ ወረደ ለይለተል ቀድር አላማት ምልክቶች ብዙ ወርዶላቸዋል ግማሹ ከትከሷ ከወጣሽ በኋላ ጧቱን የሚገነስ ሲሆን ግማሹ ደግሞ በዛች ሌሊት የሚከሰት ነው በዛው ሌሊት የሚከሰተው ክስተት ምንድነው አንሃ ለይለቱል መጥሪ ወሪህ እቺ ሌሊት ዝናባማ ሌሊት ትሆናለች ሌሊቱል ቀድር ከሆነ ዝናባማ ሌሊት ሊሆን ይችላል አው ደግሞ ይንፋስ ሌሊት ትሆንሽ ንፋስ የሚነፍስበት ደስ የሚል ንፋስ ሌሎች ደግሞ ምናሉ አው አንሃ ለይለቱን ጠሊቀቱን በሊጀቱን ላ ሐራ ወላ ባሪዳ እቺ ሌሊት ፍንት ወግግ ያልሽ ትሆን ትችላለች በጣም ንፋሳማ የማይባል ወይ ሙቀት የማይባል መሐከለኛ አየር ያለው ለሊት ሊሆን ይችላል ይታወቃል መላእክቶች መጥተው ሰላም አለይኩም ሲሉ የሚሰማ ስሜት አለ ይላሉ ዑለማዎች ሁለተኛው ምልክት ደግሞ እሷ ወጣ ካደረሽ በኋላ ይሄ ለሊት ከተከሰተ በኋላ የሚታየው ነው ይሄ ምንድነው ان تظهر الشمس صبيحتها لا شعاع لها ፀሐይ ስትወጣጧት ብርሃኗ ቀንሶ ደብዝዛ ትወጣለች ሱብሃንአላህ እቺ ለሊት ከወጣሽ በኋላ ነው እንግዲህ የምታቀው ማለት ነው ስለዚህ ምልክቶቹ እንደዚህ ናት ግን ሰዎች ባህላዊ ምልክቶችን ይተከማሉ ኹራፋት ተረተረት ይሆነ ምን ይላሉ ለይለቱል ቀድር ሲሆን ይላሉ ሰማይ ይከፍትና መላእክቶች ሲወርዱ ይታያል ይላል እንዲሚል ሐዲስ ዘገባ የለም ይህ ባህላዊ ንግግር ነው አንዳንዱ ደግሞ ልጅ ይያለን ያስፈራሩ ነበር አንበሳው ነው ይመጣባል ለይለቱል ቀድር ቆም ቢያለው እንዲው ለታስተደቅቀዋል ይሉ ቁርአን ትቀራበታል ወሩሑ ካልክ ሩሑ ትወጣለች ይህ ተረተረት ነው ከነቢዩ ሐዲስ አልተገኘም ምልክቶች እንደዚህ ናቸው ንፋሳማ ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ዝናባማ አሊያ ደግሞ አንተ የሚሰማ ስሜት አለ አሊያ ንጽት ያለ ጎላ ያለ ምሽት ሊሆን ይችላል እንጂ የሚታይ የሚጨበጥ ነገር የለም ለይለቱል ቀድር ለሊት ነው ብቻ የተባረከ ለሊት ነው በዚህ ብቻ ነው የሚለየው ነገር ግን ለይለቱል ቀድርን ምናልባት የተወፈቀ ስሙን ብሎ ዱዓ ያደርግ እናታችን አይሻ ለነቢ ስ ላ ስለም ምን ብለው ጠየቁ አራአይተ ያ ረሱላ ላ ኢን ዋፈቅቱ ለይለተል ቀድር አንተ የአላ መልእክተኛ ለይለቱል ቀድርን አላህ ቢገጥመኝ ያ ለሊት ድንገት ቢከሰት ምን ልበል ምን ብዬ ዱዓ ላደርግ ስትል ነቢ ስ ላ ስለም ምናሏት ኩሊ ብለሽ በይ አላሁመ ኢነከ ዓፉውን تحب العفو فاعف عني الله وي انت يقرباي مارينا اباك فاعف عني يقربلي ماريني بلش دعاء ترجعات سزي يا ليل ليله القدر ميجنيبت نو بلن كامنا ايهن دعاء مدكا كمان لبن ان شاء الله تعالى سلازي ان شاء الله بزتش ليله متاغل لبن اتشن عشر الاواخر عباده ما بزات لبن نبي صلى الله عليه وسلم اتشن ليله لماجيت نو عائشه اناتاش اندمتلو شدم ازرا لبساتشون تبقبق واحيا ليله ليله تمول بعباده اسلفت نبر متنكرنيا ما لبن ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ